السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في عدد جديد من الربح من الانترنت وبالضبط من اليوتيوب. شروط ربح من اليوتيوب تم تغييرها، بحيث كلنا يعرف أن هناك شرطين لتحقيق الربح من اليوتيوب، وهما أن يتوفر لليوتيوبر على 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة علنية في آخر 12 شهر. ولكن تم تغيير هذه الشروط أو إضافة شرط جديد لابد أن تعرفه، وهو شروط جديدة للربح من اليوتيوب عام 2021. بعد التحديثات السابقة التي قامت بها شركة جوجل والشروط التي وضعتها لتفعيل الربح على قناة يوتيوب وتحقيق أرباح من إعلانات أدسنس، والتي كانت عبارة عن شرطين فقط وهما 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة، ها هي الآن تخرج بتحديث جديد لشروط تحقيق الربح من اليوتيوب، وأصبحت هناك ثلاثة شروط لتحقيق وتفعيل الربح من أدسنس. الشرط الأول لتحقيق الربح من قناة يوتيوب هو الحصول على 1000 مشترك. الشرط الثاني لتحقيق الربح من قناة يوتيوب هو جلب 4000 ساعة مشاهدة. أما الشرط الثالث لتحقيق الربح من قناة يوتيوب هو عدم وجود إنذارات ناشطة على قناتك. نعلم أنه عند تلقي الإنذار الأول على قناتك لمخالفة إرشادات المنتدى لن تتمكن من نشر فيديوهات لمدة 10 أيام، ولكن يظل الإنذار ساريا لمدة 90 يوما أي 3 أشهر. يعني هنا لا يمكنك تفعيل الربح على قناة اليوتيوب إلا بعد مرور 90 يوم وحذف الإنذار من قناة اليوتيوب. أما إذا تلقيت إنذارين فلن تتمكن من تفعيل الربح في قناة اليوتيوب لمدة 180 يوم، وتعرض قناتك لثلاثة إنذارات خلال 90 يوم يتسبب في إغلاق قناة اليوتيوب نهائيا. وهذا الشرط الثالث لتحقيق الربح على قناة اليوتيوب وضع لحماية منشئي المحتوى من سرقة محتواهم، لأن وضع فيديو يوتيوب لا تملكه تلقى إنذار يعني حرمانك من تحقيق الربح من أدسنس على قناة اليوتيوب. نتمنى أن نكون قد أفدناكم بهذه المعلومات، وشكرا وإلى اللقاء في مواضيع قادمة.